انت منين جايب هذا الحكي؟ في إزارة اللي بيشتغل بالنفوس لك تكراره. تلعب الفنانة مرح جبر دور أم لشابتين وشاب ضمن أسرة فقيرة في مسلسل غفوة القلوب من تأليف هديل إسماعيل وإخراج رشاد كوكش ومن إنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي. أنا أخذ دور أم لعائلة فقيرة وواجهوا كتير مشاكل بحياتهم، منها بيجيهم فرصة أنه يحسنوا وضعهم كتير، وحتى البنات عندها بنتين وصبي، كل بنت عندها مشكلة بحياتها. بنشوف دور الأم اللي موجودة بالبيت اللي هي قايمة بواجباتها كلها، يعني هي متاعب الأم مع أولادها، وقديش ممكن تحس إنه هي سبب بنجاحهم أو فشل. أظن هو كتير مشروع جيد وعظيم للشباب، حتى يبلشوا هلأ من أول وجديد هذه الدراما تشتغل، ومرة ثانية يصير في أعمال أكثر. فعم يحاولوا هاي السنة هذا المشروع كتير عظيم إنه يكون في أكبر عدد من الأعمال وأكبر عدد من الفنانين والفنيين لترجع الحركة بقوة. والله في عندي هذا العمل إخراج الأستاذ رشاد كوكش غفوة القلوب، العمل الثاني شامي شوارع الشام العتيقة، دراما سورية تأثرت وهذا شيء يعني طبيعي بهالفترة الماضية، ولكن لقينا حلول يعني ضمن هاي الفترة الأزمة. كان في حلول تانية صعبة بس قدرنا نتخطى كتير صعوبات، وبرضو المؤسسة والتلفزيون يعني كتير ساعد الدراما إنها تضل مستمرة. بدها عصب ذهني بصراحة، وبدها يكون المجتمعين يعني كل الفنانين والفنانين والمؤسسة تكون جاهزة بدعم قوي وكم كبير لحتى نقدر نعوض اللي خسرناه بسنين الماضية. والحمد لله أنا شايفة يعني الوضع كتير منيح ومستمرين. العمل الذي يأتي ضمن مشروع خبز الحياة الذي أطلقته المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني والإذاعي بإشراف المخرج زياد جيريوس الرئيس سيكون من ضمن الأعمال التي ستتنافس ضمن مهرجان الدراما خلال شهر رمضان المبارك القادم، والذي ستطلقه المؤسسة لأعمالها.